طبعا اليوم نشارك في ملتقى يتعلق بالقوى الديمقراطية السورية، يتم النقاش عن موضوع الهوية السورية الوطنية الجامعة واللامركزية وضرورة الحل السياسي في سوريا. جمع هذا الملتقى عدة شخصيات ديمقراطية وسورية تهتم بالشأن السوري، وبالتالي تم طرح عدة مقترحات وعدة نقاط إشكالية تهم السوريين والسوريات، وبالتالي العمل على بعض المقترحات والتوصيات التي تهم الملتقى والمجتمعين والمجتمعات، والمتابعة في هذا الصدد ليكون طريقة للوصول إلى حل سياسي سوري ويكون مدعوم بأيادي وملكية سورية. من المؤكد أن أحد أسباب الأزمة السورية هو عدم الاستماع للآخر وعدم الحوار والنقاش والانفتاح على الآخر وتعزيز خطاب الكراهية، وبالتالي عن طريق هذه الملتقيات العمل على تقريب وجهات النظر وعمل على تقريب المشتركات التي تهم السوريين في كافة المجالات، وخاصة على الصعيد القضايا المحورية التي تهمهم فيما يخص الأزمة السورية، وبالتالي العمل على إيجاد حلول تناسب كافة الأطياف والمصلحة السورية العامة.